سكنها، فبالرغم من الظروف يلي عم تعاني منها سوريا من حرب وإرهاب، إلا أني صممت على نهوض المرأة بوجه الإرهاب من خلال مشاركتي ببرنامج يعرض على 50 قناة تلفزيونية عربية. هيدا الكلام وهيدا الشيء اللي أكدته المتسابقة ببرنامج الملكة رهف هارون، وأكيد هيدا الشيء شكل هدفها الأساسي. أكيد رهف بنت سورية بكل معنى الكلمة، عرفت أيضا بالأعمال التطوعية من أجل بلدها سوريا، هي من الأيادي البيضاء اللي بتفتخر فيها سوريا وبتفتخر إنه بنتها. نان إلا صباح الخير، صباح أكيد مبروك لقب الوصيفة الأولى ببرنامج الملكة. يبارك فيكي، وأنا كتير سعيدة إنه من خلالكم هو أول مرة بطلع لحتى يقولوا لي مبروك، يعني هلا تتاليا حتكون مع باقي القنوات والاذاعات، ولكن انطلاقا من الاخباريه فانا كثير سعيده بهيدا الشيء. يسعد صباحكم. اكيد مبسوطين ببنتنا السوريه يلي شاركت هي المشاركه لحتى يمكن تبقى المراه دائما غير مظلومه، وتبقى المراه دائما اخذي حقوقها من خلال كثير من المبادرات. رح نحكي عن كل القصص والشغل، ولكن خلينا نحكي عن المشاركه ببرنامج الملكه، وقد قديش كان في يمكن منافسين لك من نفس الموضوع، وقديش عانيتوا ضمن هيدا البرنامج؟ هلا هو برنامج الملكة برنامج بيهدف لاختيار ملكة المسؤولية الاجتماعية، بياخذوا نواة او بياخذوا نموذج قدوة من كل دولة لحتى يتنافسوا بين بعض لاختيار صبية واحدة بتحمل لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية. هلا من اصل 25,000 متقدمة من كل الوطن العربي تم اختيار 40، بالمرحلة النصفية غربلون لنصير 30، والمرحلة الأخيرة صرنا 16 لحتى يتم اختيار 3 الملكة ووصيفتين. مشروعي اسمه ضلع قادر لمناهضة العنف ضد المرأة، بيهدف لدعم المرأة بمختلف المجالات، سواء اقتصاديا قانونيا، سواء من خلال وقائيا مشان يتم الاعتداء عليها. كثير تفاصيل هي حياتيه، نحن كيف فينا ندعمها للمراه، وخاصه بوقتنا هلا ما فينا ننكر انه المراه ما هي اساس بحياتنا اليوميه ضمن المجتمع السوري، انه هي صارت عم تحمل كتف سواء كانثى او حتى عم تحمل الكتف الاخر اللي هو فيما يتعلق بمهام الرجل، لانه صار في اولويات بهي اللحظه. فاشتغلنا بمشروع درع قادر ما يقارب العام، والعدد المستفيدين من البرنامج كان كتير كبير بالوقت اللي هي مشروع تطوع، يعني مشروع شبابي، ما عندنا الدعم اللوجستي أو الدعم المادي، ولكن قدرنا من خلال العلاقات والشركاء أنه نعمل شيء على الأرض كتير حلو. صحيح. أكيد يمكن الحضور السوري كان حاضر بقوة بالملكة، وأكيد منبسط لما يطلع حدا سوري. بس ما نحكي هلأ عن مين الدعمك بمشاركتك بمسابقة الملكة. هلأ بالحقيقة الداعمين كانوا كتير كتار، ببدأ فيها من أعضاء مجلس الشعب، سواء ست جان سيد أو عضو مجلس الشعب ست نور الشغري، عدد من الوزراء اللي كتير كانوا داعمين، من وزير السياحة، وزير المالية، التعليم العالي، وزير الإدارة المحلية، وزير كثير اجراءات وتسهيلات يمكن لحتى تبلش تبشري بالمشروع. تماما، يعني هلا من احد الوزراء مثلا وزير السياحه كانت الفعاليه الاخيره تحت رعايه وزاره السياحه، فما فيني انكر انه هي ما كان فيها تسهيلات كثير كبيره، سواء تسهيلات لوجستيه او اعلاميه او بكثير بمختلف المجالات. وزير مثلا مثل الاداره المحليه فهو كان داعم لكثير مشاريع نقدر نطبقها على الارض. هلا من احد الداعمين يلي كثير انا اثروا فيني رئيسة مجلس الشعب يلي كانت أول شيء هي مثال للمرأة السورية، يلي فعلا هي من أول المرات يلي بتكون امرأة بهذا المنصب. تاني شيء وقت بنكون نحن كمجموعة شبابية بيخبرونا أنه أنتوا اشتغلوا على البنود والقوانين يلي هي بحاجة لتعديل، بحاجة لنحن نطرحها تحت قبة البرلمان وبنعطانا المسؤولية لحتى نحن نمشي فيها. فإذا نحن ما عملنا شيء بضلع قادر بالمطلق غير أنه نحاول نغير قانون واحد لدعم المرأة، فهذا كفيل لسنوات طويلة ولأعداد كتير كبيرة من النساء. هي كتير حلو. يمكن بمرأة وقت استضفناكي كمان عنا بالاستوديو حكيتي أنه في هيك مشروع، بس إذا هيك صارت القصص كتير منيح، ويعني كتير بحاجة هلأ بهيدي الظروف. أكيد. وأي أنثى يمكن بحاجة لتعرف حقوقها، وحتى يمكن تكون مضوع عليها أكثر. خلينا نروح نشوف مع بعض هاللقطات ونرجع.
هدف مشروع ضلع قادر هو هدف مشروع برنامج الملكة، ولأنه رؤية وغايات مشروع ضلع قادر هو نفس رؤية وغايات حملة المرأة العربية. لو ما كنتم آمنين إنه المرأة هي أساس، ما كنتوا حضراتكم موجودين اليوم هون. لو ما كانت المرأة هي فعلا مؤثرة بمجتمعها، ما كانت حملة المرأة العربية أبدعت بالأيادي البيضاء والمرأة النموذج وبرنامج الملكة وكتير من القصص لا يتسع الوقت لذكرها الآن. أنا موجودة هون بالنهاية لأني مؤتمنة أمام الله والوطن لحتى أقول وأصرخ بأعلى صوتي، إذا الألم الموجود بسوريا ما موجود بدول تانية، فهذا ما يعني إنه ما عم بيصير، وهذا ما يعني إنه ما نتصرف تصرف يوقف هالعنف الموجود. يعني هيدا الكلمات اللي كنتي عم تحكيها، عم تحكي عن واقع المرأة السورية، واقع المرأة العربية اللي عم تعاني منها اليوم. انت كنتي عم تحكي عن القوانين ممكن انه تعدليها بالنسبة للمرأة. خلينا نحكي عن قانون معين ممكن عم تشتغل عليه او هو غير منصف بحق المرأة، خاصة انه بنعرف انه الزمن عم يتغير والمرأة أصبحت فاعلة أكثر بالمجتمع، فشو هو القانون اللي ممكن أنه عم تسعى لتغييره؟ هلأ حخبرك شغلة كثير مهمة. وقت كنت بالحلقة بمصر سألت هذا السؤال، بالحقيقة كنت وقعنا بين نارين، بين أني جاوب وحسسهم أنه إيه أنا بعرف، وبين أنه لا، هاي الحلقة رح تنعرض على 50 قناة، فأنا ما رح أحط نقطة على دولتي لحتى كرمال أظهر فيها. ففضلت بوقتها كثير أني ما فوت بأي تفصيل، وأنه نحن صح عنا قوانين بحاجة للتعديل، بس إنه نحن اللي بنقدر نشتغل عليها وبطريقتنا، ومو للعرض وللنشر. هي رهف، يمكن بكل دولة بالعالم في قوانين لا تنصف المرأة، مثل بلبنان، مثل بالأردن، مثل حتى بأمريكا، يعني أمور تفصيلية. لكن نحن بسوريا في يمكن قانون حابين إنه تطرحه تحت قبة البرلمان. هلا في بالحقيقة في ثلاث بنود نحن شايفينها كتير أساسية، من الجنسية يلي هي لا ما بيحق للمرأة تعطي جنسية أولادها إذا كان زوجها من غير أكيد. من غير دولة. والقصة الحضانة كمان تختلف الأعمار من حضانة لحضانة، فكيف نحن فينا نرفع السقف الحضانة وبيضل الطفل هو مخير بهذا الموضوع كرمال ما ينظلم. والنقطة الثالثة اللي هي حتى وقت بيصير في انفصال بيكون في مبلغ معين بينفرض على الرجل كرمال يكون هو الدعم لهذا الوقت، هذا المبلغ عم بيكون كتير قليل، فالمرأة عم تتحمل عن مسؤولية كتير كبيرة. يعني أنا من تجربة شخصية ضمن حياتي المجتمعية كان في معاناة، يعني إنه عم المبلغ اللي عم يندفع على سبيل المثال هو بقارنوه بالراتب وهالقصص هو أقل من 8,000 ليرة. طيب هلا بهذا الوقت هو لحاله إذا بدك تجيبي له للطفل بالمدرسة دفتر وكم قلم وصدرية خلصوا الثمانية، ما في طبيب، ما في المصاريف هاي البسيطة، فالمرأة عم تتحمل مسؤولية كتير كبيرة. فنحن إذا بلشنا بهاي القصص البسيطة قادرين نحن نخفف من الفجوات يلي ممكن تصير بالمجتمع بشكل مستمر. نعم، موفقين يا رب أكيد. ويمكن من خلال تواجدك وتواجد يمكن الفريق الصبايا المتطوعين ايضا معكم مع المرأة السورية بكل المحافظات السورية وعم تشوفوا شو عم تعاني، فهذا الشيء كتير منيح انكم تلامسوه وتحسوا فيه ويتم تحقيقه على ارض الواقع. ولكن خلينا نحكي عن رهف السورية يلي شاركت ويلي يمكن حصلت على لقب كتير مهم، شعورك ويمكن لمين بتهدي هيدا اللقب وقديش هيدا مسؤولية كتير كبيرة عليك، وخاصة بعد يمكن ما ذكرتي الدعم الكتير كبير من أشخاص كتير مهمين بالدولة. 100%. هلأ شعوري بقد ما هو فرح بقد ما هو إسا كان بطمح إنه لا مو وصفة أولى، ملكة. يعني هلأ الشيء صار كان في شوية يعني شوية تخبطات صارت أثناء روحتنا على مصر، ما قدرنا لسبب إنه للأسف تحت مسمى إنه نحن سوريين إنه نفوت على مصر، ما إجراءات الفيزا وهالقصص، فنحن غيابي
يعني نحن مو موجودين بمصر ونحن ما كنا بالحلقة، فقدرت أحصل على لقب الوصيفة الأولى. فما ببالك لو كنت بالحلقة، يعني كنا سوريين خلاص كسروا الدنيا. بس الفكرة أنه إيه، قد ما أنا مبسوطة بأنه وصيفة أولى، ولكن كنت بطمح أكثر وأكثر أنه نكون ملكة، خاصة أنه اشتغلنا على الأرض شغل فعلا جبار ما أي حدا بيقدر يشتغله بهي السرعة وبهذا الامتداد الأفقي والعمودي. إيه لمين بحب إهدي هيدا الموضوع هلأ يعني بالدرجة الأولى، أكيد من محل ما أنا منبت وجودي، فأكيد الإهداء رح يكون إلى قولا واحدا اللي هي بلدي، اللي هي سوريا، يلي وقت ما بعرف إذا انتبهتوا بالخطاب للحظة أنه أنا كان ضروري كتير أرجي أدي مرأة سورية هي قوية، بس ما قدرت ما كان فيها هي الغصة اللي غصيتها، فكنت يعني أنه لا ما رح أبكي، بس بنفس الوقت قلبي من جوا مجروح. كمان إذا انتبهنا أنا ما كنت عم بحكي عن العنف ضد المرأة، يعني عم أقول العنف الموجود بسوريا، أنا ما كنت بقصد العنف المرأة فقط. يعني أنا كان بدوري بهي اللحظة أنه أنا معي دقيقتين أو ثلاث دقائق، أنا كيف فيني بهالدقيقتين ثلاث دقائق أوصل رسالة لكل العالم من خلال هالكم جملة اللي بدي أقولها. فالفكرة أنه يعني بحمد الله وبشكره دائما أنه أنا بنت هالبلد، أنه المنشأ اللي نشأناه كل إنسان سوري هو منشأ طاهر، ومتى ما أنت كنت ناشئ بهي الطريقة فأكيد دائما نحو سمو أفضل وأفضل وأفضل. فإهدائي أكيد لبلدي بالدرجة الأولى، لكل يعني لكل الشعب السوري، لفريقي، لعائلتي، لكل شخص دعمني ساندني، يعني عدد كبير من الفنانين. يعني هلأ نحن على مجال السياسي كان في دعم كتير كبير، ولكن حتى على المجال الاجتماعي الفني من أستاذ دريد لحام، الأستاذ جرجس جبارة، مزهر حكيم، زهير رمضان، رنا أبيض، كتار 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 من الفنانين، سامر كابرو، يعني كتار من الفنانين يلي دعموا، وهن يمكن ما بيعرفوا لرهف بشكل شخصي، ولكن من خلال مراقبة شو الشغل الحقيقي اللي على الأرض، فآمنوا أنه هي البنت السورية قادرة تحرز الفرق، والحمد لله كنت أدي الثقة أنه فعلا أحرز الفرق رغم غيابنا عن الحلقة، فكتر خير الله الحمد لله. قد حلو شعور يمكن بالنجاح، هذا الشعور خاصة إذا كان من بلد كل العالم تآمروا عليها وطلعت عم تحكي وتوصل رسالة وجع بلدها. عشان شوفوا أنه نساء الدول، نساء سوريا طلع قادر وقادر جدا جدا جدا. أكيد أنا بدي أتمنى لك التوفيق بالمبادرة، وإن شاء الله منستضيفك وتكوني عاملة شيء على أرض الواقع، وفي فعلا قوانين تعدلت بحق المرأة السورية. أنا بدي أتمنى لك التوفيق، وإليك مبروك مرة ثانية. بارك فيك، شكرا لكم. ميرسي كتير.